الفنان الكبير صبحي خليل جاي النهارده يشارك المعتصمين في الاعتصام لفادي الصاوي، تحب تشارك معاهم وتقول لهم ايه النهارده؟ عايز اقول لهم انه يفضلوا متحدين، لان التعامل في الفتره الاخيره هو تعامل فردي، تعامل ان هو يجزأ الشعب المصري من بعضه. لما كان الشعب المصري وحده اتحققت كل مطالبه، لكن لما بداوا يتفردوا بشكل فردي، انهم مثلا واحد زي فادي الصاوي النهارده نسمع على ان هناك طلبات او شكاوى مقدمه في اسماء محفوظ وفادي نور، ايمن نور، فادي ايمن نور. ده تعامل بشكل فردي، بقى احنا نجزأ نفرق على اساس ان احنا نقدر نهت الناس ديت او نخليها تقعد وما تخرجش تاني. شايف ان التعامل ده جاي بشكل عام، بقى مش بنفرق ما بين شخصيات معينه، ده تعامل بشكل عام او سياسه عامه؟ بشكل عام. هو لقوا ان وحده الشعب المصري وحده قويه جدا متماسكه، والوحده دي بتكسرهم كل شويه. طب احنا السبيل اللي احنا ما نكسرهمش ايه؟ ان احنا نكسرهم ايه؟ ان احنا نفرقهم على جميع المستويات. بقى في كل شويه نسمع ان فلان مطلوب، حد مقدم فيه شكوى مش عارف عشان عمل ايه، واتهم المجلس العسكري وعمل وعمل وعمل. فدي مساله صعبه جدا وسخيفه جدا. طب احنا شفنا ان اصحاب فادي عاملين لنا اعتصام مفتوح النهارده، ويقولوا ان احنا لو المجلس العسكري ما استجابش لمطالبنا او ما استجابش ان هو يخرج فادي هنضرب عن الطعام. عايزك رايك ايه في الفكره؟ انا ما بحبس ده خالص، انا بحبس ان يعني الاضراب عن الطعام مش هو اللي هيقتل ثمار خروج فادي، مش ده الموضوع. شايف انها وسيله ضغط يعني؟ لا شايف لا ان خالص. ممكن يكون في حوار بعد كده بقى. لا، لازم حوار، لازم حوار ومخاطبه المجلس، لازم مخاطبه المجلس العسكري. وانا قلت دلوقتي يمكن سمعتني ان الرموز موجوده في الاكاديميه، ورئيس غرف صناعه السينما ونقيب السينمائيين لابد انهم يروحوا يقابلوا المجلس العسكري ومعاهم بعض من اصدقاء فادي، وهو ده الحل. طب حضرتك كفنان قدير استاذ صبحي صالح، حضرتك صبحي خليل، حضرتك ناوي تعمل ايه لفادي؟ تتضامن معاه ازاي؟ عايز اقول لك ان انا كلمت الاستاذ حمدين صباحي، وانا عندي ميعاد معاه النهارده، وقال لي تعالى ونشوف هنعمل ايه، ونروح للمجلس العسكري او نشوف في ايد مين المساله. وانا محرض بشكل قوي جدا، لان دايما انا بحب طول عمري من بدري قوي، وانا بحب انك تثور على طلب حقك، فدايما الثوره لطلب الحق شيء مشروع جدا. لكن بالنسبه للاضراب عن الطعام، انا مش شايف انها غير انها تاذي صاحبها بس، فقط لا غير. شكرا. اشكرك. ميرسي جدا.